السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بشلل كامل ولا يستطيع أن يومئ بشيء من جسده فكيف يصلي؟ وهل تكفي النية أن ينوي السجود والركوع؟ هذا بعض العلماء يقول يسجد ويركع بقلبه أو ببصره بعينيه وطرفه، ولكن هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. الحديث وقفت عند إيمائه برأسه، فإذا لم يستطع الإيماء برأسه فالحديث تدل على أنه ما عليه الصلاة في هذه الحالة. قد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،